كابتن وليد وهيدي طبعا مدير الكرة في نادي المقاصة، برضو نسأله في هذا الموضوع برضو عشان تبقى الأمور موثقة في كل شيء. كابتن وليد ازي حضرتك يا فندم؟ حياتي حياتك كابتن إسلام وكابتن أسامة حسني وكابتن محمد حشيش. الله يخليك يا كابتن. كابتن وليد، يعني النهاردة في مباراة نادي وادي دجلة ومصر المقاصة تقريبا حدث شيء مشابه لما يحدث اليوم، يعني ممكن حضرتك تحكي لنا القصة مرة تانية؟ ماذا حدث في مباراة وادي دجلة ومصر المقاصة؟ كان في مطر برضو كتير، واحنا يمكن كنا اتعطلنا فعلا برضو بالباص كده. فاحنا يعني واحنا طبعا هنتصرفت ان كلمت على طول الاستاذ حساب رئيس لجنه المسابقات، وكلمت حضرتك الاستاذ حسام الزناتي مثلا نص ساعه يعني الماتش يعني. فطبعا قال لي والله بص الظروف اصلا اللي هي على الكل، وادي دجله وصل وقلت له ما وصلتوش. فالمهم طبعا يعني قلت حتى طبعا من حتى الفتره اللي هي الايه اللي هي فتره السماح القانونيه اللي هي الثلث ساعه ديت يا كابتن اسلام. تمام. بصراحه قال لي خلاص يعني انت حر، لكن طبعا اللي المسابقه طبعا لجنه المسابقات او هتطبق اللي هي اللائحه يعني وكده. طبعا بصراحه وادي دجله تعاطف معانا يعني ساعه ما رحنا هناك، فاخرنا يعني فقالوا خلاص احنا التانيين هنأخر معاكم الثلث ساعه ديت يعني. حتى برضو المراقب برضو طلب منا ان ايه يعني على البدايه، فاحنا قلنا احنا متحملين اي عقوبات هتيجي علينا الله غالب، طب ما احنا هنعمل ايه؟ طيب ما احنا اخرنا. فكان بس بصراحه هم ما عملولناش علينا عقوبه بعد كده. لكن انت وصلت قبل الثلث ساعة يعني قبل نهاية الثلث ساعة؟ لا احنا عملنا لا الحكم صفر بتأخير الثلث ساعة بالظبط، يعني احنا أخرنا الثلث ساعة، احنا أخرنا الحكام في نص ساعة ان احنا يعني هننزل على الوقت اللي هو ايه القانوني يعني اللي هي الثلث ساعة. طيب. يعني مثلا يا كابتن لو المباراة كانت 5:30 دي 5 نلعب 5:30 يعني. تمام. طب كابتن وليد ايه راي حضرتك بقى في اللي بيحصل النهارده؟ تم تاخير مباراه نادي الاهلي ونادي الزمالك في المصري لمده ساعه بعد الكلام اللي حضرتك قلته ده. والله بقى هم طبعا يعني المجلس سيد قراره. لجنه المسابقات طبعا قد يكون الامر مختلف، بس ممكن يكون مختلف مثلا ان احنا وصلنا احنا متاخرين، دجله كان تقريبا وصل قبلينا في الماتش بتاعنا، مش عارف بقى انا الظروف ايه لان انا والله مش متابع التلفزيون لان انا بره، فمش عارف الاهلي وصل والزمالك لسه. الاهلي وصل والحكام وصلوا ولسه حتى الان فريق نادي الزمالك بيقولوا ان هو متعطل على كوبري 6 اكتوبر واللعيبه نزلت لتزق الاتوبيس وتم تاجيل انطلاق المباراه لمده ساعه. تمام يا باشا الله يبقى هم طبعا. وعلى فكره وليد ممكن الساعه دي تبقى ساعه ونص برضه. يعني على حسب ممكن يتعطل تاني قبل بعد كده. هو بس حضرتك لما بتطبق اللوائح والقوانين طبعا ضحكتك واحده، ضحكتك واضحه كابتن وليد، يعني انا عارف ان انت مش عايز تتكلم لكن ضحكتك واضحه. مش انا بشكرك شكرا جزيلا كابتن. هو انا عايز اقول لحضرتك اتفضل يا فندم. لو كانت يعني اللوائح والقوانين بتطبق ما كانش حصل اي حاجه يعني. صح، جاب الخلاصه. انت حضرتك جبت الخلاصه من الاخر، لو كانت بتطبق ما كانش حصل كل هذه الامور. انا بشكرك شكرا جزيلا كمان. كابتن وليد وهيدي.